صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين.
والذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واجعل لي لسان صدق جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى قال
يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله.